هاد الزبعه اللي نايضه على طوطو ما طوطو، لكن ما لا يهمني الامر. الرجل عنده 40 مليون ديال المشاهد، يعني انا مثلا ما دخليش شي واحد في الموسيقى العصريه ولا في عبد الوهاب الدكالي ولا في الملحون ولا في الاندلسي الجميل ولا في الاغاني الجميله اللي عشنا بها ديال المصريين ولا ديال الاخرين. ما هذاك السيد انا ملي كنشوف العدد اللي عنده ديال المشاهدين غادي نقول ليك راه مجاهدي، راه عندها الناس ديالها. ما عندي ما نقول انا على هذه القضيه هذه، كنحتارم الاذواق ديال الناس صافي. اش غادي نقول ليك؟ راه كاينه مسؤوليه ديال العائله ومسؤوليه ديال الدوله. تربيه الذوق السليم عند الناشئه، ودابا داك الشيء هاد الناشئه راه هي اللي دارت هذيك 40 مليون ديال المشاهدين. يجب ان نطرح على نفسنا السؤال، واش هاد الناشئه الذوق ديالها، واش حنا درنا شي حاجه، خدمنا قريناهم عاوناهم الى اخره باش يولي عندهم الذوق مزيان، ولا بغيناهم يكونوا بحالنا؟ عاوتاني راه ما عندناش الحق نبغيهم بالسيف يكونوا بحالنا، خصنا نحترموا تاهما الميولات ديالهم. ربما ما كاينش عبد الوهاب الدكالي، كاينين اصدقاء ديالو غير دي ما قدمش عبد الوهاب الدكالي، تغديت معاه هو البارح ما عندوش. ربما هذوك كاينه جمعيه كاين فيها هو، يقدر يكون ما متفقش، ولكن هو ما متحمسش لهذا الشيء ما كيبغيش يهضر فيه. عبد الوهاب الدكالي من الناس اللي هو براسو احيانا كان مرفوض في واحد الوقت كيقولوا هذه الغنى ما ديالناش، تصدق دابا هو عميد الاغنيه المغربيه. مسألة راه الأذواق لا تناقش، ذاك اللي قال هذه الكلمة الألوان والأذواق لا تناقش راه عنده الصح.